وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم وسم جملي يا وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم وسم جملي لو كان ما جيب الكلام الأول عجيب علم جزلقي فنملي ما خدت علم العمي ولا لحولا عجيب من صدرني يفيض يمتلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي يلي زهمت ابشر بنا ومجملا ابشر وحنا فلزوم نجملي لو حط لالا مجدد ولو كلا زبونها بالميل حاضر وولي يا مرحبا ترحيب تقدير وغلا عد السحاب اللي يدبرها الولي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي يا مرحبا يا ضيوفنا ولا نالا على العدود اللي ما تنقصها الدلي عند اهلي زم مع النجامة وش هلا اللي يحطون البعير معطلي ما الله خلق فيهم ضعوف وبخلا كفوفهم مثل السحاب المرسلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى الاسم يرمز للمقام المعتلي نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى الاسم يرمز للمقام المعتلي لا جاهم اللي من عن الدنيا جلا ما يمشي الا كل هم من جلي اخرهم اللي ما ترك بعد خلا اخر رياجل ونار تسطلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي اخرهم اللي نعرف عند الملا من صيعر اللي في الجنوب اليابلي علي وصيت ما حد بيجهلا ما يجهله غير الخبول الجهلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي لو الليالي بالخلايق تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي يا وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم وسم جملي لو كان ما جيب الكلام الأول عجيب علم جزلقي فنملي ما خدت علم العمي ولا لحولا عجيب من صدرني يفيض يمتلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي يا وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم وسم جملي لو كان ما جيب الكلام الأول عجيب علم جزلقي فنملي ما خدت علم العمي ولا لحولا عجيب من صدرني يفيض يمتلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا اللي زهمت ابشر بنا ومجملا ابشر وحنا فلزوم نجملي لو حط لالا مجدد ولو كلا زبونها بالميل حاضر وولي يا مرحبا ترحيب تقدير وغلا عد السحاب اللي يدبرها الولي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي يا مرحبا يا ضيوفنا ولا نالا على العدود اللي ما تنقصها الدلي عند اهلي زم مع النجامة وش هلا اللي يحطون البعير معطلي ما الله خلق فيهم ضعوف وبخلا كفوفهم مثل السحاب المرسلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي
نايف ونوف اسمهم فوق اعتلى على اسمي يرمز للمقام المعتلي نايف ونوف اسمهم فوق اعتلى على اسمي يرمز للمقام المعتلي لا جاهم اللي من عنا الدنيا جلا ما يمشي الا كل هم من جلي اخرهم اللي ما ترك بعد خلا اخر رياجل ونار تسطلي لو الليالي بالخلايق حملي والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عدوا هذا الصيت والاسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي اخرهم اللي ينعرف عند الملا من صيعر اللي في الجنوب اليابلي علي وصيت ما حد بيجهلا ما يجهله غير الخبول الجهلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي لا عدا ولا صيت والاسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي مساكم الله خير والف مبروك و
واجبك يا نايف انت نواف من عند عيال جاب البذرين اثنين من جمال بطل ان كان دوي لها عيونه وان كان واجب تستهلو حياكم الله ويجوب الوافي النوافي الله يحييكم صاحب السيد الصدور يا عالم بالبينه والخافيه تكافينا البلاوي والشرور انك تكافينا البلاوي والشرور وانك تثبتنا على درب الثبات رديات الزيد النور نور سلام رديات الزيد النور نور لا لا الوفا ولا العلوم الطيبة حنا ليوم النادعين ما نبور اليادعين ما نكب الموجبات
فوق هالحفرة قصور. والله ما يلحق هالحفرة قصور. فالوقت هذا واللي على المقبلة إن كان جبنا 2400 الحظ السعد الله السعد لا حاشته يدي ولا جاب جهدي سلام تسليم مدد وبلا عدد لأهل الحلال اللي كرمهم سرمدي ربعي جنيشة
شداد وافينا العهد لكبروا حتى النصارى تهتدي ربعي بني شداد وافينا العهد لكبروا حتى النصارى تهتدي الأول مرحب يلا حيهم يلا حيهم يا مرحب شرد البيوت اللي مثل صيد الجرد مكسب يميني من ذخيرة مجندي يا مرحبا ترحيب تنتشب الكبود يا مرحبا ترحيب تنتشب الكبود فالحله اللي للجمايل عامرات مرحبا ترحيب محصيلة عدد يا مرحبا ترحيب محصيلة عدد في حشمة اللافين قوله وابتدي حنا لراع الوافي يا عون وسند حنا لراع الوافي يا عون وسند وليا نصتنا الوافي ما نحتدي يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 بدع تجيب لي علم من علي موقفي مثل الجبل فلا راضي نايف كاشف عرض الأراضي وطوله
لا لا يا لا 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 يا لا 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 احتمي في مقفي للعرب وفود وابدع المعنى وظيفة الخبر ضيوف لا بدع تجيب لي علم من علي موقفي مثل الجبل فالأراضي نايف كاشف عرض الأراضي وطوله كاسبين الطيب والجود من علي كان انا بقول نواف ولا نايف الصعايب كل منهم يطوله يا لا 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 عم بني عم العضوين يا وفود مرحبا ترحيب مليار يا ضيوف كاسبين الجود والطيب من علي كان انا بقول نواف ولا نايف الصعايب كل منهم يطوله قلت وحياكم الله تفضل الله يحييك يا مرحبا جماعه الدويس وربعنا يا مرحبا براد شدان قلت وحياكم الله الله يحييك الله يحييك حياكم الله يلا حيهم مرحبا هيل عد السيل يلا حيهم حياكم الله يلا حيهم مرحبا هيل عد السيل يلا حيهم حياكم الله ارحبوا حياكم الله يلا حيهم
مرحبا هيل عند السيل يلا حيهم حياكم الله. Thank you.
لحظة ونطح طيح زحل سمو لحظة ونطح طيح زحل اللي تضد الخصم في ميلاته أصلح يا ولد تاريخها معروف من وقت الرسول تاريخها معروف من وقت الرسول قوم يشوش الراس من جياته
بالجود نذكر حياها ومواتها. مرحبا ترحيب بالطيب محمول. يا مرحبا ترحيب بالطيب محمول. في حلة بالطيب كل اوقاتها. انتم اهل الجزرات ورجال الفعول. وانعم بحي الناس هي ومواتها. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 في زمان الحرب والسلام كم عباد تدور النجاح. تعرف البندق من النقول عند من يعرف نقوله. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا في زمان الحرب والسلام تعرف كم عباد تدور النجاح. تعرف البندق من النقول عند من يعرف نقوله. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا وفود الرد السلام. في احتفال سعد من هو جاه. كلنا في حفلنا نقول مرحبا رده نقوله. يا وفود الرد السلام. في احتفال سعد من هو جاه. كلنا في حفلنا نقول مرحبا رده نقوله. أيها الأخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لافين وجوب لعيال علي بن هميل حياكم الله وعمانهم. مرحبا ملايين. الله يعافيكم. جينا باثنين من الجمال من عند عيال مسفر رحمه الله عليه. الله يسكن الجنه. وجمل من عند محمد بن علي خاص واربع تلاف. ان كان قليله فاعذرونا وان كان واجد تستاهلونه. السلام عليكم. مرحبا مليون. لحظة لحظة يا شيخ لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نقول مبروكين وعلى البركة لعيال علي. وجبنا جمل طال عمرك واجب من عندي خاص
ولا نقول مثل ما يقولون إن كان واجد إنه يشوف إنه قليل ويستاهلون بشكل ويعذروننا ومجينا يكمل كل شيء وسلامة الجميع. اقط اقط وحياكم الله مرحبا ولو الله يعافيك. كمل كمل. قبل الكلام وقبل ما نبدأ القصيد نطلب كريم كل حاجة في يده ونطلبه غفرانه لأجل ونطلبه غفرانه لأجل يوم الوعيد ونارد حياضه مع نبي وارده سلام لا لا دلع ضياني وعيد تنصل مقام كل من هو شاهده يا ربعنا أهل المدح والراية السديد ربع وجماعة والمواقف واحدة ما جوبنا سمحان من نوع فريد من عند ربع يكسبون الفائدة ترى الشباعي في المواقف ما يحيد على المعادي مثل نار موقدة من ربعي الحرة الأجل يوم الشديد جمرة عرب وقت الفعول الكايدة واختامها صلوا على الهادي وزيد عداد براقن يسابق عداد راع براقن يسابق راعده يا مرحبا ترحيب للطيب يزيد يا مرحبا ترحيب للطيب يزيد يا مرحبا ترحيب للطيب يزيد لأهل الوفا والطيب ما تحصى عدده أنتم أهل القالات والعلم الوكيد على السلوم السايرة ومؤكده
مرحبا يا مرحبا ترحيب السيل يا مرحبا الله يحييك الله يسلمك مساكم الله بالخير والف مبروك جاكم جمل من عيال مقبول بن زايد وعيال ابو حسن واعذرونا على قوله صلى الله على محمد الله يعافيكم الله يحييكم ترحيب السيل ووافين وبيضان وجيه حييكم تفضلوا جوا ترحيبنا بضيوفنا زاد ما قصر في قدر من جانا وفي قدر من شرفنا نبدع تراحيب الغلا والمعايدة ترحيبنا بضيوفنا زاد ما قصر في قدر من جانا وفي قدر من شرفنا نبدع تراحيب الغلا والمعايدة We'll be right back.
يحب الوفا صفطان لو كان عنده مال زايد وبقصر وسلم على اللي دون ربعه يا كم شرفنا ايدي لي اجت الملاقى معايده Thank you.
لا 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 يا لا 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 يا لا 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 ما ننشد عن دروب الشقا والعضا وين ونعرف كيف المقاف نايف ونواف وكل يدور في الملاقى قبله لا 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 يا لا 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 عشتوا الأقلام خطت في الصحف والدواوين الأقلام خطت في الصحف والدواوين ولا ني عن أهل الحق والطيب صياف عرف الدليل ونستمع للدليلة خطت في الصحف والدواوين ولا ني عن أهل الحق والطيب صياف دل الطريق ونستمع للدليلة حياكم الله يلا حيوا مرحبا بقريش حياكم الله ارحبوا حياكم الله يلا حيوا حياكم الله يلا حيوا يا مرحبا بسميره قريش الله يحييكم يلا حيهم مرحبا ومساء امسكوا صفكم يا ربع الصف يا الربع امسكوا الصف يا نيا صفكم ارحبوا يلا حيهم يا مرحبا يا اللي قدام الصف القرشان اتمنى يا عندنا هنا يا الله يحييكم يا مرحبا والله الله يحييكم يا مرحبا قدام اللي قدام التصوير الله يحييكم يا الربع اللي قدام التصوير يا الربع فكوا مجال يا الربع فك المجال قدام الصف يا الربع
الله يحييكم. يا لا 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 مرحبا ترحيب أحلى من السكر نبات. مرحبا بالحلة اللي ترحب الضيوف. الوفا والطيب عاداتنا حضر وماضي، والجمايل والوفا من سلوم رجالها. حياكم الله، يلا حيوا يا الربع واخروا عن الصفوف، خلوهم ياخذوا راحتهم. يا ولد انت اللي قدام الملعبة، يا ولد اخر عن يا لا 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 يا بالخير يا ابو الحارث. حنا قبيلة قريش، حياكم الله جايين مشاركين ومباركين، حياكم الله هنا من القعدان. مرحبا ومسهلا، وانتم اهل الوفاء معذرونا في التقصير. الله يحييكم ترحيب السيد. مرحبا ها
مرحبوا حياكم الله. يلا حيوا يلا حيوا مرحبوا حياكم الله مرحبا ترحيب المطر. يلا حيوا يلا حيهم حياكم الله. أكبر شرف بين البشر ربي بعث لنا. يلا حيهم مرحبا ترحيب المطر مرحبا الأول التاريخ. يلا حيهم مرحبا أبقاكم الله وأغلاكم مرحبا بقريش. يلا حيهم جنا على سلم الجدود ولا على الوافي ملامة وناد صار الواجب وراء أكبر شرف بين البشر ربي بعث لنا الرسول. يا مرحبا ترحيب تبقى على حسب الوصول. الأولى يا مرحبا
الشهامة ترحيب تبقى ترى من هي يوم القيامة حنا بن الحارث لنا مجد وتوالى الخلق كرامة يا مرحبا ترحيب تبقى على حسب الأصول يا لا 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 يا لا 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 يا لا عشت أقلطوا يا صبيان قريش مرحبا ملايين لأنتم ولا الضيوف اللي قلطوا معكم مرحبا ملايين أنتم اللي قدامكم الله يحييكم تفضلوا 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 حياكم الله الصف يا ولد تبي مقافنا كل يوم وكل ليلة ابشر ابشر والأخوة تقدر عندنا ولا لك ولا ذكرى الله وذكرى الرسول ما بعد ذا القول قول بعدها منا سلام مزين بالذهب للرجال اللي نحب حشمتك يا ابن هميلة اللي شايفهم حضور واللي غايب معذور ذكر الرسول ما بعد ذا القول قول بعدها منا سلام مزين بالذهب للرجال اللي نحب حشمتك يا ابن هميلة اللي شايفهم حضور واللي غايب في معذور انت من قيف العضاوين اهل عز وجاه سعد من فيهم رجاه أنت من قيف العضاوين أهل عز وجاه سعد من فيهم رجاه
قدركم في القلب والروح يسوى الكثير حتى لو جبنا اليسير. واجبك خمسين منك واجبك خمسين قدام بها كل اخوياك ما تقدر مع غلاك. دعي ابن الحارث اللي يكمل في الوجوب عنه ما تحيل الدروب. لو تبي مقافنا كل يوم وكل ليلة ابشر ابشر والاخوة تقدر عندنا. أول الأقوال ذكر الله ذكر الرسول ما بعد ذا القول قول. بعدها منا سلام مزين بالذهب للرجال اللي نحب. حشمتك يا ابن هميلة اللي شايفهم حضور واللي غايب في معذور. وانت من قيف العضاوين أهل عز وجاه سعد من فيهم رجاه. واجبك خمسين قدام بها كل اخوياك ما تقدر مع غلاك. قدركم في القلب والروح يسوى الكثير حتى لو جبنا اليسير. انتو ربعك عذرونا على شي حصل سمنوه ان كان قل. دعي ابن الحارث اللي يكمل في الوجوب عنه ما تحيل الدروب. لو تبي مقافنا كل يوم وكل ليلة ابشر ابشر والاخوة تقدر عندنا. أدري إن الكف ما هي عن الطلا كليلة عاش من يرفع ضميره ونفسه عندنا. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، جايين مشاركين ومباركين، سمينا نائب، معنا واجد 50,000 ريال، كان واجد يستاهل وكان جنين المعلم. الله يحييك وقت تفضل. أنت بهذا الله واجبكم وصل، الله يكرم اليوم، وجودكم هذا جمال، والله العظيم طلعت، والله يحييكم ترحيب السيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين القائل وخلقنا من كل زوجين اثنين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحاث
على الزواج، والذي قال: من استطاع الباءة منكم فليتزوج. أيها الأخوة الحضور، في هذه الليلة تحتفل هذه القبيلة، قبيلة العضاين الشامخة بشموخ الجبال والمرتفعة بارتفاع الغمام، وذلك باسمهم جميعا وباسم شيخهم الشيخ سعد بن غزاي الحارثي، شيخ قبيلة العضاوين، الذي لم يألو جهدا ولم يهدى ولم يستكن، بل يبقى دائما في ساحة العطاء خدمة لهذه القبيلة، وبناء علاقات مع القبائل الأخرى، يتوهج في كل يوم، يجتمع ويجمع على الخير. وإن هذا الاجتماع في هذا العرس الجميل بمناسبة عرس أبنائهم، كل من الشاب نايف ابن علي ابن هميل العضياني، وأخيه الشاب نواف ابن علي ابن هميل العضياني، يسعدون جميعا شيخا وقبيلة وكل صغير وكبير بتواجدكم من أين أتيتم، من أي قبيلة من قبائل المملكة، أو من أي زميل أتى، وهم فخورون جميعا بما قدمتموه لهم في هذا المساء. أيها الإخوة الحضور، خير بداية لكل بداية القرآن الكريم، تلاوة فيصل ابن فرحان الحارثي، فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أيها الحفل الكريم، من هنا من هذا المنبر باسم الجميع نقدم أجمل التهاني وأطيب التبريكات للعريسين اللذين سيدخلان في حياة جديدة، بل إن شاء الله نحتفل بأبنائهم في العام القادم. أيها الأخوة الحضور، هنا الشيخ سعد بن غزاي العضياني شيخ هذه القبيلة، له كلمة ترحيبية يشارك أبنائهم الفرح، ويشارككم أنتم أيضاً، بل ويرحب بكم في هذه اللحظة، في هذه المناسبة السعيدة، يلقيها ابنه غزاي سعد العضياني الحارثي، فليتفضل. مساكم الله بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائل: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد، مشايخ وأعيان القبائل، حفلنا الكريم نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم. ضيوفنا الأكارم، نحييكم تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلاما، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الكرام، باسمي واسمكم جميعا يسعدني أن أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات لفرسان هذه الليلة، نايف ونواف أبناء علي بن هميل العضياني الحارثي، فألف مليون مبروك. وأقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في الخير،
ونسأل الله أن يجعل حياتهم عاملة بالأفراح وأن يرزقهم الذرية الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفل الكريم وتتواصل الكلمات، بل تتزاحم عبارة الترحيب بكم والمشاركة في هذه الفرحة، ولعل أهل المقام الذين يسعدون بتواجدكم في هذا المساء ويفرحون بزفاف أبنائهم نائف ونواف في هذه الليلة المباركة لهم كلمة بهذه المناسبة يلقيها عنهم الشيخ فرحان ابن سفر ابن هميل العضياني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية من القلب شذاها مسكاً وريحاناً، وتحمل في طياتها حباً ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسمكم يسعدنا أن نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لأبناء الشيخ علي بن سفر بن هميل الحارثي يرحمه الله، الشاب نايف بن علي الحارثي، والشاب نواف بن علي الحارثي بمناسبة زواجهم، فألف مبروك. اللهم بارك لعرسان هذه الليلة وبارك عليهم واجمع بينهم في بخير. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين، إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، منذ البداية إلى الآن ونحن نرى الخيرين من أبناء هذا الوطن الحبيب، الوطن المتآلف، هذا الوطن الذي يتشارك مع بعضه البعض في كل موقف من هذه المواقف، في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين وولي ولي عهده. هنا زملاء للعريسين يتقدمون بكلمة، فليتفضل أحداهما بهذه المشاركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا الربع؟ أرحب بأخوياي وأنا من العضاوين، وأرحب في محلي، ويا نايف أنتم نواف دعيتوا أخوياكم وجاوكم وقدموني ولاني بطيبهم، لكن إن شاء الله أني أخدمهم في الكلام. جاوكم بواجب 25,000 إن كانها كثيرة تستاهلونها، وإن كانها قليلة تكملها وجيه الحاضرين. سلامتكم، منهم من حضر ومنهم من غاب، اللي غاب عذره معه. وسلامتكم يا الربع. أيها الحضور، ما أجمل هذا المساء، وما أجمل المساءات التي سبقت، وما أجمل المساءات التي ستأتي حينما نرى أبناءنا في وطننا يتآزرون ويتكاتفون ماشين على سيرة آبائهم وأجدادهم في الكرم وفي التعاون ومؤازرة العريس ومؤازرة كل من له مقام. إنها والله لحمة شعبنا بقيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله. أيها الحفل الكريم، أيها الحفل الكريم، هذه كلمة لسعادة الدكتور فهد ابن سالم الغامدي وكيل عمادة الطلاب بجامعة الباحة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أيها الأحبة، فرصة نقف بين أيديكم وبين يدي إخواني العرسان فضلاء مهنئاً ومباركاً باسم قبيلة غامد، أخوال نايف ونواف، الرجال الذين لطالما انتظرناهم في هذه الساعة المباركة وفي هذه اللحظة الجميلة. أقفوا بين أيديكم أيها الأحبة مستشعراً جمال هذه المحبة وجمال هذه الأخوة وجمال
إظهار هذا الفرح بهذه المناسبة الجميلة التي هي شرع من شرائع الدين القويم. نعم، هذا الزواج الذي تقوم به الأسرة المسلمة، يقوم به المجتمع المسلم، هذا الزواج ينم عن محبة من القلب. نعم، المحبة التي من القلب هي التي جمعتنا في هذا اليوم المبارك. هذا القلب تكمنه المحبة، الود والإخاء والصفاء. نعم، ولذلك كان من قوام الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أول أعماله عندما هاجر إلى المدينة المؤاخاة. ما هي المؤاخاة؟ هي المحبة، هي التقدير. ولذلك إذا زرعت هذه المحبة والتقدير سنكون بإذن الله من أهل الجنة بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الله جعل من أعظم صفات أهل الجنة ونزعنا ما في قلوبهم من غل. وأذكر أيها الأحبة بهذه الفرصة وهذه المناسبة أن غدا سيحدث حدث ربما تكرر علينا لكن غفلنا عنه. ما هو الحدث؟ حدث عجيب. بكرة هو يوم الخميس، ونسأل الله أن يجعل ليلته خير وبركة على المتزوجين. في ذلك اليوم، يوم الخميس، سوف تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا وليس في قلبه شحناء. ما هي الشحناء التي في القلب؟ نعم، نحن بشر، قد تحدث في قلوبنا شحناء، بغضاء ونحوها، لكن الشارع حكيم، أعطانا 3 أيام، لك الحق في 3 أيام تزعل، تغضب، تقاطع، لكن ليس لك بعد 3 أيام هجران. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. بعد ذلك يجب عليك أن تعطي المؤمن حقه، حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه. هذه القواعد الأساسية التي يجب علينا أن ننتهجها في مثل هذه المحبة وهذا الجمال وهذا وهذه الروعة. كم من قبائل اليوم شاهدناها في ظل محبة وأخوة، وهذا ينم عن قوة. إذا أدى الإنسان ما عليه لا ينظر لغيره. ابن مري له قصيدة جميلة يقول: لا ضاقت عليك الدنيا وتشاويت، خلق الله اللي يفرخها كان واجد، ومن العرب والصوت والثوب مليت، وقامت عليك هموم بقعت، راقد فوقت من أوقاتك للأوقات توقيت، وسجل لنفسك بالمساجد تواجد، وارفع يديك لخالقك اللي توضيت، وادعو تراك يقرب إلى سرت ساجد، وابشر بفزعة حامي الدين والبيت، اللي أهجتك من الهواجيس هاجد، اللي يميت الحي ويحيي الميت ولرضاه. شوف كثر البشر في المساجد. إذا الإنسان أدى اللي عليه ليس عليه في الناس شيء. ليش؟ لأنه الذي أدى عليه. فرصة أيها الأحبة، فرصة أن نجدد العهد بأصحابنا، وخاصة أتينا نحن بعد عيد ونعيش هذا اليوم عيد إن شاء الله سبحانه وتعالى، فرصة أن نجدد العهد بالمحبة والصفاء والأخوة لكل من نعرف، للقريب والبعيد ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبارك للجميع في أعمارهم وأوقاتهم، ونخص المتزوجين بالبركة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، حينما استمعنا لكلمة المربي الدكتور فهد بن سالم التي تطرق فيها إلى التكافل الاجتماعي، ما أن برح المنبر حتى وصل تكافل جديد وعون جديد. سبقه العديد من الإعانات من أبنائنا، من أبناء وطننا الغالي، من أصدقاء العريسين ومن محبيهم. فشكرا لكل من ساند في هذا المساء حضورا أو عطاء أو تهنئة. أيها الحفل الكريم، من هنا من جنوب وطننا الحبيب من زهران أيضا، هناك من أتى مشاركا كما كان المشاركين الأوائل من غامد ومن قريش ومن كل مكان. هنا كلمة يلقيها الأستاذ سعيد بن عزاب الزهراني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية، أجمل التبريكات وأصدق التهاني للعرسان، ندعو لهم بالتوفيق والسعادة.
زهراني عند حارثي أو حارثي عند زهراني، لا فرق، نور على نور وخير على خير ومجد على مجد وعز على عز. الطرفين جبلين شامخين جذورهم راسخة في نواة الأرض ورؤوسهم تعانق السحاب، مع التقدير والاحترام لكل القبائل. هؤلاء إخواني، أبناء عمي، جماعتي، ربعي وعزوتي وتاج راسي، والطير ما يطير إلا بجنحانه. جينا مباركين وملبين الدعوة ونوصي الأمانة. كل الشكر، كل الشكر والتقدير لكل أبناء بالحارث كبيرهم وصغيرهم، وحقيقة الأمر أنهم كلهم كبار. كل الشكر والتقدير للأبناء نايف ونواف، أبناء الشيخ علي بن سفر بن هميل الحارثي وأخوانهم وجميع أقاربهم وجماعتهم. الشكر للجميع على الحفاوة وعلى الاستقبال الطيب وعلى الترحيب وكرم الضيافة الذي يليق بالزهراني عند الحارثي ويليق بالحارثي عند استقبال ضيوفه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أيها الحفل الكريم، وكما رأينا وكما سمعنا تتوالى هذه الكلمات متنقلة من الطائف إلى غامد إلى زهران، من الطائف وأيضاً من قبيلة من قبائل هذا الوطن الحبيب تشارك في هذا المساء الجميل. هذه كلمة لقبيلة بني سفيان، القبيلة المعروفة في محافظة الطائف، يلقيها الشيخ إبراهيم بن فاضل، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني أجدها مناسبة أن أزف أسمى آيات التهنئة والتبريك للعريسين الأستاذ نايف والأستاذ نواف، فأقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. ثم إننا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما نعيشه في هذه الأيام تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمد الله في عمره وسمو ولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز، وفقهم الله تبارك وتعالى. فهذه الليلة قدمنا إلى إخوان لنا تربطنا بهم روابط قديمة وحديثة، روابط الأخوة، رابطة الجوار، رابطة الإسلام القوية. كان من الواجب علينا أن نأتي إلى هذه القبيلة العريقة، قبيلة بلحارث، قبيلة معروفة يشهد لها القاصي والداني، فأحببنا هذه الليلة أن نأتي إلى هؤلاء الكرام أهل الكرم والشرف وأهل الضيافة والنخوة، الذي نعرف لهم
أحداث سابقة أثبتت قدرتهم وأثبتت رجولتهم، كان من الواجب على قبيلة بني سفيان أن يمثلوا أمامهم هذا التمثيل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعرسان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع صفوف المسلمين على البر والتقوى، وأن يوحد كلمتهم. هذه الزواجات وهذه الاجتماعات لا بد أيها الإخوة أن توثق أواصر الأخوة وأواصر المحبة بين الأفراد، وهذا هو نهج الإسلام وما يدعو إليه ولاة أمرنا بارك الله فيهم، إلى الترابط وإلى التكاتف، تمشياً مع قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. مرة أخرى أكرر شكري على لهذه القبيلة العريقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وفقهم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حفلنا الكريم وتتواصل الكلمات من المشاركين لأبناء العضاوين الذين نفخر هذا المساء بأن نكون إلى جانبهم مشاركينهم في فرحتهم. نائف ونواف اسمان جميلان يرتقيان إلى الأعلى وإلى السمو. من هنا مشاركة جديدة لقبيلة عريقة ألا وهي قبيلة قريش، يلقيها الشيخ عبد الرحيم ابن جمعان القرشي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية أيها الإخوة، نبارك لقبيلة العضاوين هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا الحفل المبارك إن شاء الله، ثم نبارك للعريسين نواف ونايف ونقول لهما: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ونعتز ونفتخر أن نحضر في محفل عند ربعنا وأخواننا، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يبارك الجميع وأن يجمعنا وإياكم على خير وعلى الهدى والبر والرشاد في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، ننتقل من الخطابة المنبرية إلى لسان العرب، إلى الشعر والشعراء. الآن أهالي هذا المحفل، هؤلاء الرجال الكرماء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذه أولى قصائد الشعر في هذا المنبر، وهي قصيدة للشاعر سعد ابن جبر العضياني الحارثي، فليتفضل. مساكم الله بالخير، والله يحيي الجميع، ونقول نايف ونواف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. واسأل الله أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات النعيم، أنه هو ولي ذلك والقادر عليه. القصيدة: يا مرحبا يا ضيوف عند المعازيب، عند الرجال اللي كرمها شهرها، قدامكم كرمه وطيبه وترحيب، لضيوفنا عموم ما نختصرها، الكم علينا لا لفيتم واجيب، نوف الرجال اللي لفت من ديارها، الكم علينا لا لفيتم واجيب، نوف الرجال اللي لفت من ديارها، طبع الرجال اللي توفى المطالب، اللي على الجزلات ربي ومرها، يجيبها طيب وتشرف على طيب، يجيبها طيب وتشرف على طيب. الله على الله على فعل الجمايل ومرها، وحنا ابن الحارث سلوما وساليب، سلوم رجال نعزها ونعمرها، وفي كل ديره حقها ما بها عيب، كل القبائل وافيات نسيرها، وفي كل ديره حقها ما بها عيب، كل القبائل وافيات نسيرها، شعوب وقبائل ما لحقها عذاريب، ونعمبها من برها لا بحرها، الطين من هاجن يصف المشاريب، عوايد الرعلوفة ما قصرها، وهذه هي الدنيا دروس وتجاريب للي يميز عسرها من يسرها، وصلوا على مرتب الدين تا
ترتيب صلاة عند الرب عشرا بجرها وسلامتكم. أما الآن فمع قصيدة أخرى لشاعر آخر من هذه القبيلة، الشاعر صالح مستور العضياني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولاً أبارك لنايف ونواف وأقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثانياً نقدم أجمل ترحيب بالضيوف سواء من المنطقة أو خارج المنطقة، فيا مرحبا ويا مسهلا عند العضاوين. تحية خاصة لأخ وزميل ورجل عزيز علي الليلة حضر ويشرفني ويشرف القبيلة حضوره، الأخ حسن الزهراني أبو حسام، فيا مرحبا ويا مسهلا أنتم ومن معك. جل من كون الإنسان سبحانه، الكريم العظيم الرازق الوالي، نسأل ستره الدائم وغفرانه والعفو والرضا في يوم الأهوال. جل من كون الإنسان سبحانه، الكريم العظيم الرازق الوالي، نسأل ستره الدائم وغفرانه والعفو والرضا في يوم الأهوال. بعدها الشعر طاب وطابت أوزانه في غل اسم الكريم الراحل الغالي أبو نايف زعيم الجود وعنانه صاحب الكفى الأبيض والتبهلالي. أبو نايف زعيم الجود وعنانه صاحب الكفى الأبيض والتبهلالي، الغلا مع كبيرين البخت صانه، وارخص الحال دون الضيف والمالي، رحمة الله على الوافي ورضوانه عد من مد كفه لله وسالي. رحمة الله على الوافي ورضوانه عد من مد كفه لله وسالي، في غلا نايف ونواف واخوانه. رحمة الله على الوافي ورضوانه عد من مد كفه لله وسالي، في علي شرد الأبيات ربحانه، والغلا ورث كفه فول وتالي، جعل في جنة الرضوان مسكانه كل ما حل ذكره طيب الفالي. جعل في جنة الرضوان مسكانه كل ما حل ذكره طيب الفالي، سيف وانجب سيوف اتعز من شانه، في غلاهم نسوق المال والحالي، في غلا نايف ونواف واخوانه حي بدع الهجوس وبدع الامثالي. في غلا نايف ونواف واخوانه حي بدع الهجوس وبدع الامثالي، ومرحبا والهجوس يهل ودانه، في غلا الضيف جاله برق وخيالي، مرحبا عدنا ونهلت امزانه وعد برق يلوح ويشعل اشعالي. مرحبا عدنا ونهلت امزانه وعد برق يلوح ويشعل اشعالي، في حفل ما جهل من جاه عنوانه، بارز اسمه ما هو مثلي محفالي، الترحيب من راسي لضيفانه مثل ذوب النحال الصافي الحالي. الترحيب من راسي لضيفانه مثل ذوب النحال الصافي الحالي، باسم نايف واسم نواف واخوانه، مرحبا عد برق يشعل اشعالي. مرحبا والحفل معروف عنوانه، بارز اسمه ما هو مثلي محفالي وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، هناك في هذا الوطن عيون ساهرة، في وطننا الحبيب رجال يدافعون عنا ونحن في منازلنا يحموننا من كل ما نخاف منه بعد الله سبحانه وتعالى، ولهم مواقف في شتى المجالات، ولعل الدفاع المدني الذي ينتمي إليه شاعرنا هو إحدى مؤسساتنا الوطنية العسكرية التي تخدمنا في كل مكان نكون فيه، نعتمد عليها بعد الله في كل ما نحتاج إليه. شاعرنا هو من منسوب هذه الوحدة، منسوب الدفاع المدني، ألا وهو الرائد ناصر ابن عائض الشلوي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، ما أروع هذه الليلة وما أجمل هذا الحضور. ولا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى التبريكات والتهاني لعريسي هذه الليلة، وأقول ما قاله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. طرف الليل وهجوسي تسابق من سطرها على بدع القصايد، كل ما جابها جوسي قصيدة قام الآخر وجاني بالقصيدة. قمت أرحب وهلي وتنقل النشامة جزيلات الفرايد، قمت أرحب وهلي وتنقل النشامة جزيلات الفرايد، واحمد اللي عطاني لين جبنا للنشامة البيوت اللي فريدة. هكذا دايم هجوسي تجملني وتنقى جدايد من جدايد، وتجمل مع اللي يستحقون الجمايل وجيهم بالجديدة. يا سلام الله على اللي حاضرين الحفل، يا سلامي على اللي حاضرين الحفل واللي مقابلهم فوايد. راس مالي ونوماسي اللي شبت لضاها وساحتها وقيدة. يا سلامي على اللي حاضرين الحفل واللي مقابلهم فوايد. راس مالي ونوماسي اللي شبت لضاها وساحتها وقيدة. عدنا ونتعلى في سماه وهلماه وتمثنتها الرعايد، وعد من حج بيت الله ومن هلل وكبر على شرع وعقيدة. في رضا الشيخ بن غزاي جينا، في رضا الشيخ بن غزاي جينا، والقبائل لها سلم وعوايد. ما معي عذر دون الشيخ وأهل الحفل ما دام دمي في وريده. يا سعد يا سعد يا سعد نابك ويا سعدك بنا، وانت للطولات قايد. انت نسل الشيوخ اهل الزعامة والبطولات والارية السديدة، وجعل من خلف الشجعان، وجعل من خلف الشجعان للجنة وصيته بقي للمجد رايد. يا علي يا ابن هميل احفظ وصيتك عيالك وانا عدك فقيدة. وفي رضا نايف ونواف جيت اشارك، وفي رضا نايف ونواف جينا نعتزي ونتحدى كل كايد، وفي رضا نايف ونواف جينا نعتزي ونتحدى كل كايد. طبعنا نفرح الأصحاب ونضد المعادين والهقوة بعيدة. جيت أشارك وبارك فرحة إخواني، جيت أشارك وبارك فرحة إخواني وأنا دون ميقافي وعايد. ألف مبروك مدبولة وحنا ندعي الله عسى الليلة سعيدة. والعضوين لابتنا وعزوتنا وحنا لهم درع وسنايد، يوم سل السيوف وسطوة الشجعان والعز للروس العنيدة. العضوين لابتنا وفزعتنا وحنا لهم عز وسنايد، يوم سل السيوف وسطوة الشجعان والعز للروس العنيدة. وقفة الحارثي للحارثي وقفة جبل ما تزعزعها الشدايد، وقفة الحارثي للحارثي وقفة جبل ما تزعزعها الشدايد. وكل بالحارث رجال الحمية والولد من بين الحارث وليده. وقبل لا ننقص حقوق القبائل والخوامس ولا حق البدايد، هالمثل قال في كل الديار صفوة رياجيلها قلته وعيده. سجلي يا قنوات الفضاء وقفاتنا واكتبيها يا جرايد، العرب تدري بوقفاتنا قبل القنوات وأوراق الجريدة. سجلي يا قنوات الفضاء وقفاتنا واكتبيها يا جرايد، العرب تدري بوقفاتنا قبل القنوات وأوراق الجريدة. قالها من شلاوة العز شاعر ما على باقي العربان زايد. ربعي أغلى من أنفاسي، ربعي أغلى من أنفاسي علي ومن حروفي ومن نبض القصيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب دنك. أيها الحفل الكريم، لا نغفل عن تكرار التهنئة لنائف ونواف، بل لقبيلتهم وشيخ القبيلة. في هذا المساء معنا شاعر، شاعر معروف، والمعروف لا يعرف. من الصعب أن أعرف بهذا الشاعر لأنه تربطني أنا به شخصياً،
علاقات حميمة ومواقف جميلة ومناسبات عديدة قدمته في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مدينة. الشاعر عيضة بن هلال الحارثي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نهني فارسي هذه الليلة ونتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى التوفيق، وأيضاً نرحب بضيوف قبائل بني الحارث ونبارك لبني الحارث كافة وللعضاوين وعلى رأسهم شيخهم الشيخ سعد بن غزاي العضياني الحارثي، ولأبناء علي بن هميل الحارثي ولأعمامهم كافة، وأيضاً لا نغفل المباركة للشابين نايف ابن علي الحارثي ونواف ابن علي الحارثي، ونتمنى لهم من الله سبحانه وتعالى التوفيق. أهل الوذكر اللي عالم بالعبد وحواله، عظيم الشان عالم ما تكن الإنس والجاني، وصلى الله على اللي خصها المعبود برسالة، رسول الله محمد هاشمي من نسل عدناني. بعدها يا سلام الله على اللي حالنا حاله، عدد وبل السحاب اللي ينزل من غر الامزاني، سلامي ام حفل اللي ابن الحارث تعناله، سلام يشمل الحضار للقاصين والداني، وهلا عد المطر لهل فوق القاع هماله، هلا حي الله اللافين من حضر وبدواني. أبا سلم وهلي في حفل من عصر جيناله، أنا موسي من الموسى وأنا الليلة عضياني. الله يبقيكم. أنا غرام لابن همير راعي الطيب وعياله، نعم بأصحابي الوافين وأخواني وجيراني، شيوخ يكرمون الضيف هالفزعة وهالقالة، وفعول الطيبين عدها للحاضر لساني. بعد نايف عليه من سبوع يدق جواله، واخوه حمود يرسل لي يخاف الناس تنساني. اجي لابن علي لو هم ورا الدمام ورماله، انا عن حفلهم ماني بمتعذر ومتواني، واجي للفارس اللي يكرم اللافين من ماله، نسيبه بندر اللي ممتلي بالطيب مكياله، نعم يا حارثي جده من الوافين جداني، مناسب نايف اللي لا برك للحمل يشتاله، يا نايف بن علي يا الحر الأشقر ياك حيلاني، واجي للفارس اللي للمسير ما زواباله، اجي للفارس الأول واجي للفارس الثاني، يا نواف العضياني يا شيخ قل همثاله، كلام الصدق في شيخ برز في كل ميداني، وقصار القول في نواف والمداح وطواله، نسيبه من شبابه مشتهر من روح زهراني، سعيد الشيخ بن عازب يظل الربع هضلاله، زهارين المروة والكرم وشيوخ فرساني، نعم باللي ينقون النسب للجار والصالة، ذوي هميل جيراني كرام وربعي أخواني، أبو نايف علي قدام نايف عرب أخواله، رجال يسندون الخالة الفزعة وشيخاني، نقل أخوال لأولاده علي شيخ وشيخان حلالة، يحلون الصعاب وفعلهم عند العرباني، مسندهم على غامد سيوف إحداد قتالة، مسندهم على غامد وهو فارس وسلطاني، علي راعى الكلام الزين جعل الخلد من زاله، كلامه يشرح اللي ممتلي بالهم زعلاني، علي بابه عن اللي يقصده ما تربس اقفاله، يرحب بالضيوف ويكرم الجيران والعاني، وعيال ابنه ميل اللي كما ميسان وجباله، شيوخ كلهم ومقدم الشيخان فرحاني،
فريحان العضياني بحر ما ينشرع باله، ونعم باخوانه اللي للكرم والطيب عنواني، معلمهم سفر والبيض من كل العرب فاله، عسى الله يحفظ الحيين ويرحم على الفاني، من الروس الذي للحبل حلاله وفتاله، عضاوين المروه والكرم شايب وشباني، شيوخ رجال من بنيوس حرابه وخياله، رياجي للكرم والطيب للمجاد عنواني، من اهل المعرفه واهل الكرم ومن اشهر سلاله، بن الحارث هل الافعال من ماضي تلزماني، قديم الوقت يوم الناس نزاله ورحاله، نقف لأهل الخطا والريع اللي كان غلطاني، وكمونه في القبائل كل منهم كاس بطاله، حقايق ثابته ماني في الاقوال غلطاني، جمعنا الشيخ ابو تركي وراح الخوف وهواله، وسرنا شعب واحد في وطن من خير الاوطاني، ولا نرضى بحكم ولا وطن في العالم بداله، حكومتنا الرشيدة تلتزم في خير الأدياني، وصلى الله على اللي خصها المعبود برساله، رسول الله محمد هاشمي من نسل عدناني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، هنا تتزاحم القصائد كما تزاحمت الكلمات، لكن من شعراء يعرفون متى تقال القصيدة وأين تقال. شاعر عرف على الساحة بجزل قصائده وقوة كلماته، ما أن يقف على منبر حتى تصغي له الآذان، ألا وهو الشاعر حماد بن حمدي المطرفي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول للعريسين بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. سلام تسليم الوفا ونعده عند الرجال أهل العدد والعدة، سلام يا أبا الحارث أهل الوقفة في الحزة اللي ماش عنها صده، يشهد لهم تاريخهم في الماضي والسيرة المعمورة الممتدة، أهل الشجاعة طايلين ليدي السيف يضرب لين يثلم حده، وأهل الكرم يوم السنين العجهة وأعظم كرم ما كان وقت الشدة، وأهل المدد يوم القبائل تزحف كل النهار الضيق يحمي حده، قوم لهم فعل ومقام وافي ويحاربون الفرقة المرتدة، قوم لهم فعل ومقام وافي ويحاربون الفرقة المرتدة، واليوم في حفل العزيز الغالي اللي بنى بيت الكرم ما هده، ابن هميل الله يعطر قبره ويمده الرحمة جزيل المدة، راعى الكرم ما ينسي معروفه، طبعه كريم وطبع ابوه وجده، يستاهلون المدح يوم امدحهم والقلب للغالين يظهر وده، فيهم نظر عيني يقر ويثبت، مالي على غير النشامة لده، قلته وانا ربعي هذيل ويكفي محد بيلبس ثوب ما هو قده، وسلامتكم ما عليكم زود، صحة ابدانكم. أيها الحفل الكريم، من قبيلة عتيبة من روق الذين يأتون في كل مناسبة لهم حضور، الشاعر محمد مسعد الروقي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أحب أبارك النايف ونواف وأقول لهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في خير. أما المشاركة فأقول من حاضر الوقت فالدنيا وماضيها، وأهل المكارم حميدات مساعيها، يا هاجس الشعر حضر نخبة النخبة، نوادر الفكر يا الهاجوس عطنيها، حضر بنات الفكر واحضر لي الشرد، بنات الأفكار حضرها بساميها،
وانقل بيوت الثقال الندر الجزلة، عندي مهمة كبيرة وانت راعيها، أنخاك يا هاج سيف الواجب اللازم، العذر ممنوع والوقفات نحميها، في حفل أهل الوفا يالله تجمنا، وقفاتنا في اللوازم ما نخليها، سلام سلام يا أهل الوفا والمجد والعزة، في حفل تنعزها من عز أهاليها، سلام للي دعانا ثم جينا له، دعوتها للطيبة ثمنها ولبيها، حضرت أشرف خوي فايز محمد اللي على العز قواتهم ضريها، ولي الشرف يوم أجيكم يا بن الحارث، أنتم رجال رفيعات مباديها، عند العضوين ما قفنا يشرفنا، العزوة اللي تعز اللي يخاويها، إلهم جماله علي كيف بنساها، جمال تهل الوفا ماني بناسيها، مهما تطول الليالي عزهم يبقى، وقفاتهم بالقصايد كيف بحصيها، حاضر وماضي لهم وقفات مشهودة، تزهى حروف القصايد في معانيها، هذا وانا من عزوتي، هذا وانا عزوتي بالمجد معروفة، اعتيبها اللي يعز الراس طاريها، ما عليكم زود، هذا وانا عزوتي بالمجد معروفة، اعتيبها اللي يعز الراس طاريها، ويا اصحابي عيال علي هميل من داني، ويا اصحابي عيال علي هميل من داني، الكم تحية، الكم تحيات من شاعر يغنيها، من طيبكم جيت اهنيكم على الحفلة، الحفلة اللي تعز اللي حضر فيها، وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، الكلمات الكل يود أن يشارك، والكل يود أن يلقي كلمة أو قصيدة، لأن شرف المكان هو أيضاً يطلب الازدحام في الكلمات. بني شبيب من بني الحارث العريقة، القبائل التي عرفناهم بحسن الجوار والكرم والأخلاق، هنا كلمة للشيخ سلطان الحارثي شيخ بني شبيب، فليتفضل. نستعيذ من الشيطان برب الزمان والمكان، ونصلي على نسل عدنان، ونسلم بتحية الإسلام عدد الأمزان، ونخص أهل الحفلة والضيفان، ونحدد على الشيخان سعد بن غزاي أكحلان، على ربعه العضيان الشجعان، ونبارك للعرسان الفرسان، ونهني الشيخ أفراحان بنجاح الحفل، ونترحم على الشيخ علي وندعي له بخلود الجنان، ولا ننسى أن نذكر طوال الأيمان حكامنا أبو متعب وسلمان، ندعو لهم لمن خلفهم بالعفو والرحمن. مشاركة متواضعة بما أني وجدت على هذا المنبر. الأولى بسم الولي رب الأرباب نطلبه في الجنة وحسن الختام، والثانية صلاة ربي بالأحساب على شفع الخلق خير الأنام، والثالثة يا هاشيل النطاب والرد لنا قدر الرجال الحشامي، والرابعة سلام، والرابعة عداد نفحات الأطياب تحية، والرابعة عداد نفحات الأطياب لأهل الحفل مني جزيل السلام، والخامسة تثنى على قراب وجناب تحية عداد وابل الغمام، والسادسة جينا نبارك للأصحاب أهل الكرم نسل الرجال الكرامي، والسابعة مبروك يعرب الأنساب عسى الفرح في كل ليل وعامي، والثامنة تهدى على طوال الأسناب
ربعي بن الحارث ذراي وحزامي، والتاسعة للي نفديه برقاب الحاكم، والتاسعة للي نفديه برقاب للحاكم أهدي له جزيل احترامي، والعاشرة تهدى على أصحابه للباب يا سعد من زكى وصلى وصامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إن قلنا بالأسماء تسابقت القصائد، فنحن ننتقل من الأسماء إلى القبائل التي كل قبيلة حضرت هنا لمشاركة الأبناء الأعزاء نواف ونائف في فرحتهم. قبيلة ثبتة، هذه القبيلة التي تعرفون أصالتها وتعرفون مواقفها، إنها هذه القبيلة العريقة من قبائل عتيبة، والذي يمثلهم هذا المساء في قصيدة شعرية الشاعر سعد الله ابن عيضة الثبيتي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أقول إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لفرسان هذه الليلة، بارك الله عليكما وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وأبدأ بالقصيدة، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يلي تعرفون المواجيب، سلام يلي تعرفون المواجيب، وخص من خصيت من ذا القبيلة الصاحب الإمام شا سكة العيب، دايم وهو علم سوات المخيلة، وحمود راع الطيب راع التراحيب، في وقتنا هذا قليل مثيله، وإخوانه اللي مثل نحل اليعاسيب يسرح ويضوي ما يضيع دليله. يا نايف ونواف يا فزعة الطيب، يا أصحابنا يا كاسبين الجميلة، ويا فارس وخالد رجال التجاريب، مثل غشين السيل لا جامسيلة، وأفخر بآل هميل عز الأصاحيب، زميلهم ما عاد يترك زميله، وأفخر بالحارث رجال المشاعيب اللي يا جهوش ما شفت ميله، ترى الثبيتي درب النفس تدريب على الوفا والصدق ما بخجيله، ويالله تهدينا لدرب المحاريب في طاعتك، يالله ودرب الفضية وسلامتكم يا رب. أيها الحفل الكريم، هذه أيضا قصيدة شعرية للشاعر سعد عاض الحارثي، فليتفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نبارك فرسان هذه الليلة ونقول بارك الله لكم وبارك عليكم واجمع بينكم وفي خير، وحي الله الضيوف، حي الله جميع من حاضر عند ابن الشيخ علي بن سفر رحمة الله عليه. يالله يلي تسجد الخلق لرضاك، يالله يلي تسجد الخلق لرضاك، يالله يا والي عليك التكالي، ما نطلب إلا رحمة منك ورضاك، يا رب يا معطى العطايا الجزالي، يلي اللي ضاقت علينا دعيناك، ولا خام من يطلبك يا ذا الجلالي، ولا خام من يطلبك يا ذا الجلالي، أنت الكريم وكل خلقك ترجاك، يالله يالله ثبتنا نهار السوالي، ويا هاجسي ويا هاجسي يا هاجسي ثبت في الشعر ممشاك، ما دام حاضر من شيوخ الرجالي، أبتعبك ما دام دارنا الأفلاك، وليا هبطنا نشتري كل غالي، أبتعبك ما دام دارنا الأفلاك، وليا هبطنا نشتري كل غالي، يا مرحبا أعداد ما يطلع الراك، وأعداد ما ينشي صدوق الخيالي، والعود الأزرق والعود الأزرق والشحم في محياك، وابن علي ما حسبوا للريالي، دعيت ودعيت يا نايف وحنا وصناك، ومبروك للعرسان كرام السبالي، ودعيت يا نايف وحنا وصناك، ومبروك للعرسان كرام السبالي، ومبروك يا نواف والله ما انساك، نعم بكم يا معربين الخوالي، ودعيت يا نايف ودعيت يا نايف وحنا وصلناك، ومبروك للعرسان كرام السبالي،
ومبروك يا نواف والله منساك، ونعم بكم يا معربين الخوالي، وابوكم اللي للشرابيك فكاك. عسى علي وعسى في جنات عدن العوالي، وعمك فريحان وعمك فريحان الكفو عند يمناك، وعمك فريحان الكفو عند يمناك، مثل الجمل يشيل كل الثقالي. ودعوة العضاوين ودعوة العضاوين ونعم عند مبداك، ودعوة العضاوين ونعم عند مبداك، من روس بالحارث سيوف صقالي. ويالله تعز ويالله تعز الدين نطلبك باسماك، وصلاة ربي عد مبدا الهلالي. هذه القصيدة وسلامتكم. أيها الحفل الكريم، تبادل في الآراء والأفكار وتبادل في القصائد في هذا المكان في هذه المناسبة العزيزة. الآن الشاعر المعروف سعود المسيلي، هذا الشاعر الذي عرفناه أيضاً في أكثر من موقف وفي أكثر من مناسبة مع الشاعر عيضة الشلوي في هذه المساجلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله. أولاً نتقدم لنايف ونواف بالتبريكات وبصادق الدعاء بحياة سعيدة وتوفيق من الله عز وجل، ثم نتقدم لضيوف الحفل الكرام بأجزل التراحيب، وقد سبقنا بها من هو أقرب، وسبقنا بها شيخ القبيلة، وسبقنا بها من سبقنا، ولكنه واجب علينا ما أتينا إلا من أجله. أما عن المشاركة فالحقيقة طلب مني شخصياً قصيدة نظم أسوة ببقية الزملاء الذين سبقونا، ولكن لعلمي بوجود قصائد النظم وجود عدد من الأسماء الكبيرة، رأيت أني أشارك أنا وزميلي الشاعر عيضة الشلوي بقصيدة على لون العرضة الجنوبية مسيرة. يا لا 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 يا لا 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 حشمة اللي عسى الرحمن يفتح لهم باب السعادة في رضا نايف ونواف بحضر لو اني ما استطيع. الله يسلم. وانا والله ما اتغيب ولا اقعد عن لزوم القبيله، من زمان ان عمري 10 مدري 9 مدري 8، ذولا جمرة عرب يستاهلون اني يفداهم بروحي، والجمر مأله بالنار والنار من شبابها، والجمر مأله بالنار والنار من شبابها. أول القول ذكر الله وعلى النبي أزكى صلاة، البشير النذير اللي بعث بعدك كنا في ضلاله، وارسله ربي بنور الهداية وعلمنا بدينه، وارسله ربي بنور الهداية وعلمنا بدينه. بعدها يا سلام الله على درع جنبي تاج راسي، العضاوين فخر الحارث في الشمال وفي الجنوب، عزوة الشيخ بن غزاي ودروع بن يوسى العريضة، نفتخر بالعضياني وناث أقواه يا ثقلنا. جيت أسلم عليكم
واحضر الحفلة وبارك وشارك. جيت قبل ضيوف الحفل واكرم لحاهم ضيف ضيف. حشمة اللي عسى الرحمن يفتح لهم باب السعادة في رضا نايف ونواف بحضر لو اني ما استطيع. وانا والله ما اتغيب ولا اقعد عن لزوم القبيله من زمان ان عمري 10 مدري 9 مدري 8. ذولا جمرات عرب يستاهلون اني افداهم بروحي والجمر ما اللهيب النار والنار من شبابها والجمر ما اللهيب النار والنار من شبابها. سلامتكم. اذكروا الله وصلوا على الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي بالخير على الجميع ونرحب بالضيوف. والله يديم أفراح أهل الأفراح. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. حي سيفان ليا من صطافة وقعظ من فيصلاها. حي قيفان مثل قصر يظلل على العالم ظلاله. حي قيفان نهار الغزو مقفاله الطامع بدينا. حي قيفان نهار الغزو مقفاله الطامع بعين. حي شيخ النهار الضيق مثل الجبل ثابت وراسي تاج الروس عن صكات بقعة ودرع للجنوب. شيخ تهورث ابن عن جد ما هي بختم في عريضة من بن الحارث اللي مثل ثقل الرؤاسي ثقلها. يا ابن غزايح حنا في مقامك نقوم تحت شارك وانت يا هاجسي في مدح الابطال غنوا ضيف ضيف. الوفا والكرم والطيب ما هو لكل انسان لكل الناس عاده وانت في مدح قوم الطيب عادتك يا الهاجس تطيع. الوفا والكرم والطيب ما هو لكل الناس عاده وانت في مدح قوم الطيب ما وانت في مدح قوم الطيب عادتك يا الهاجس تطيع. يا لساني لي قبل قبيل على الساحه قبيله هات جزل البيوت وشوف لي عن طريق الغثمان كان مبني على السيسان بغادر الحفل وبروحي قبل لنشب رفيعات المباني ولنشبابها قبل لنشب رفيعات المباني ولنشبابها. وسلامة الجميع والمعذرة على القصور.
أيها الإخوة الحضور، مسك الختام في هذه القصائد مع الشاعر سعد بن سالم الحارثي في هذه القصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك الفرساني هذه الليلة ونقول بارك الله لكم ومبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أنا اتصل علي فارس عشان تسمعون، وما كامل إلا وجه الله. من حبي في ذا الناس بجيب قصيدة، هذا في هم أولين وعلى الله الفرج. نايف بين علي أصيل من أصايل خواله اللي كاسبين الجمايل، بفعالهم نهار شب الفتايل، هذا الصحيح وقولوا اللي تقولون. نايف بن علي أصيل من أصايل خوال اللي كاسبين الجمايل، بفعالهم نهار شب الفتايل، هذا صحيح وقولوا اللي تقولون. ومبروك يا نواف الله يعافيك، الله من العدوان يا رجل ينجيك، أبوك في درب الشكالة مضريك، هذا صحيح وقولوا اللي تقولون. مبروك يا نواف الله يعافيك، الله من العدوان يا رجل ينجيك، أبوك في درب الشكالة مضريك، هذا صحيح وقولوا اللي تقولون. سلامي يا أهل الحفل واللي وافدين، سلامي لأهل الحفل واللي وافدين، عد المخيل اللي ردوا مسحابها، عد المخيل اللي ردوا مسحابها. فارس علي اتصل واحلف يمين، فارس علي اتصل واحلف يمين، قال الحمية والعلوم ادرابها، قلت احتزم يا رجل والخافي بين، قلت احتزم يا رجل والخافي بين، يا هالحلال ما يسكر بابها. وليا دعيتونا ترانا حاضرين، وليا دعيتونا ترانا حاضرين، سموا العضيانين حسب حسابها، سموا العضيانين حسب حسابها. مبروك للعرسان واسمع يا فطين، مبروك للعرسان واسمع يا فطين، من الرجال اللي صعيب طلابها، نواف ونايف من رجال غانمين، نواف ونايف من رجال غانمين، أقول نعم في حضورها وغيابها، أقول نعم في حضورها وغيابها. ولنساك يا فريحان يا الدرع الضمين، ولنساك يا فريحان يا الدرع الضمين، من الرجال اللي عراب انسابها، من الرجال اللي عراب انسابها، ريحان ابو مشاري سيف فاليمين، ريحان ابو مشاري سيف فاليمين، ريحان ابو مشاري سيف فاليمين، العيس للضيفان قصر قابها، العيس للضيفان قصر قابها، من شاعر صلاخي رعى الكف المكين، من شاعر صلاخي رعى الكف المكين، منال متعب في اللقايع زابها، منال متعب في اللقايع زابها. وعزايا معلكم زود،
وعزايب يوسي تعام العايلين، وعزايب يوسي تعام العايلين. بين القبايل العاليم مرقابها، بين القبايل العاليم مرقابها. مروا سب الحارث هل الجنب المتين، مروا سب الحارث هل الجنب المتين. عزايب الحارث صعيب عتابها، عزايب الحارث صعيب عتابها. كل القبايل نعمة حنا قايلين، كل القبايل نعمة حنا قايلين. كل القبايل نعمة ما نغتابها. واختم كلامي بذكر رب العالمين، واختم كلامي بذكر رب العالمين. واذكر رسول كلمته مشابها. سلامتكم. أيها الحفل الكريم، دائما العطاء يقابل بالعطاء، والشكر يقابل بالشكر، والثناء بالثناء. هؤلاء الشباب الذين نفتخر بهم هذا المساء ونحتفل بهم، فرسان هذه الأمسية، نواف ونايف، أبوا إلا أن يكون منهم تكريم لمحبيهم من زملائهم ومن أقاربهم ومشائخ القبائل وشعرائهم الذين حضروا في هذا المساء، وفاءً وعرفاناً منهم لما قدم لهم، فلهم جزيل الشكر مقدماً. الآن الشيخ فرحان بن سفر بن هميل الحارثي يتفضل لتقديم هدايا أبنائه إلى من ستقدم إليهم، وهم الشيخ سعد بن غزاي الحارثي، الشيخ عمر بن محسن المتعاني، زايد بن عمير بن عمر بن هيف الحارثي، الشيخ سلطان بن سعد الشبيبي، الشيخ مستور بن عايض الحارثي، الشيخ عبد الرحيم بن جمعان القرشي، الشيخ إبراهيم بن فاضل السفياني، الشيخ سعيد بن عازب الزهراني، الرائد ناصر بن عائض الشلوي، الدكتور فهد سالم الغامدي، الشاعر عيضة بن هلال الحارثي، الشاعر صالح بن مستور الحارثي، صالح مستور الحارثي، الشاعر تركي سعيد الحارثي، الشاعر حماد المطرفي، الشاعر محمد مسعد الروقي، الشاعر فهد مسفر بن هيف الحارثي، الملازم رائد الأنصاري، الشاعر سعود المسيلي، الشاعر عيضة الشلوي، الشاعر عبد الله بن خاتم النصيف الحارثي، الشاعر سعد سالم الحارثي، الآن أيضاً وكرد جميل هناك هدايا مقدمة لفرسان هذه الأمسية، نائف ونواف الحارثي، قدمها الشيخ ثامر بن حمد الحارثي فليتفضل، الشاعر سعد بن عاض الحارثي،
والشيخ محمد بن علي الحارثي. أبو عويض هدية الرائد الأبرق القرشي. نبارك للعريسين نايف ونواف أبناء الشيخ علي بن سفر بن همير رحمة الله عليه. هناك مجموعة من الهدايا مقدمة من أقارب وأصحاب العريسين، ونبدأ بها. وأول الهدايا مقدمة من فايز بن محمد بن جابر الحارثي، عبارة عن 2 رشاش واثنين مسدس. الهدية الثانية من إياد بن عيد بن جابر الحارثي، 2 مسدس. نايف بن خاتم الحارثي هدية 2 رشاش واثنين مسدس، يقدمها بالنيابة عمر ونايف أبناء خاتم الحارثي. متعب بن سعد بن غراب هدية مقدمة منه 2 سيف، أبناء عبد العزيز بن فواز الحارثي رحمه الله، رشاش واثنين دروع. علي بن عليوي النمري رشاش مذهب. خلف بن عليوي النمري رشاش مذهب. وشكرا للجميع. أيها الحفل الكريم، الآن مع أوبريت إنشادي، لكننا نأمل من الإخوان جميعا بعدم الدخول إلى هذا المكان حتى يتسنى لكم السماع والاستمتاع بما سوف يقدم في هذا الأوبريت. يا وصل ما قلنا ولا أشد شدي والوسم جميل. يا وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم واسم جملي. لو كان ما جيب الكلام الأول أجيب علم جزلقي فنهملي. ما خدت علم العمي ولا لحولا أجيب من صدرني يفيض يمتلي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. لا عد ولا صيت ولا اسم العلا. قلنا علي قلنا علي قلنا علي. يلي زهمت ابشر بنا ومجملة ابشر وحنا فلزوم نجملي. لو حط لالم جاد دولة وكلا زبونها بالميل حاضر وولي. يا مرحبا ترحيب تقدير وغلا عد السحاب اللي يدبرها الولي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا. قلنا علي قلنا علي قلنا علي. يا مرحبا يا ضيوفنا ولا نالا على العدود اللي ما تنقصها الدلي. عند اهلي زم مع النجامة وش هلا اللي يحطون البعير معطلي. ما الله خلق فيهم ضعوف وبخلا ضفوفهم مثل السحاب المرسلي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا. قلنا علي قلنا علي قلنا علي. نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى الاسم يرمز للمقام المعتلي. نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى الاسم يرمز للمقام المعتلي. لا جاهم اللي من عن الدنيا جلا ما يمشي الا كل هم من جلي. اخرهم اللي ما ترك بعد خلا اخر رياجل ونار تسطلي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا. قلنا علي قلنا علي قلنا علي. اخرهم اللي ينعرف عند الملا من صيعر اللي في الجنوب اليابلي. علي وصيت ما حد بيجهلا ما يجهله غير الخبول الجهلي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي. ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا. قلنا علي قلنا علي قلنا علي. اليا وصلنا العلم ما قلنا ولا اشد شدي والوسم واسم جملي. لو كان ما اجيب الكلام الاول اجيب علم جزلقي فنهملي. ما خدت علم العمي ولا لحولا
عجيب من صدرني يفيض ويمتلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي يلي زهمت ابشر بنا ومجملا ابشر وحنا فلزوم نجملي لو حط طلال مجدد ولو كلا زبونها بالميل حاضر وولي يا مرحبا ترحيب تقدير وغلا عد السحاب اللي يدبرها الولي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي يا مرحبا يا ضيوفنا ولا نالا على العدود اللي ما تنقصها الدلي عند اهلي سم مع النجامة وش هلا اللي يحطون البعير معطلي ما الله خلق فيهم ضعوف وبخلا كفوفهم مثل السحاب المرسلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى على اسم يرمز للمقام المعتلي نايف ونواف اسمهم فوق اعتلى على اسم يرمز للمقام المعتلي لا جاهم اللي من عن الدنيا جلا ما يمشي الا كل هم من جلي اخرهم اللي ما ترك بعد خلا اخر رياجل ونار تسطلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي اخرهم اللي نعرف عند الملا من صيعر اللي في الجنوب اليابلي علي وصيت ما حد بيجهلا ما يجهله غير الخبول الجهلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي لو الليالي بالخلايق حملا والله ما تنجب واحد انشر وعلي ولا عد ولا صيت ولا اسم العلا قلنا علي قلنا علي قلنا علي قلنا علي قلنا علي قلنا علي يا منيف الحافي تعال تعال الله لهينك يا ابو سعود اسعد الله مساءكم بكل خير نعود ونلتقي في حفل زواج فرسان هذه الليله نواف وأخيه نايف عند هذه القبيلة قبيلة العضاوين هذه القبيلة الشهيرة من أبي الحارث التي لها اسمها وسمعتها في منطقتنا منطقة الطائف أيها الحفل الكريم مما يسعد ويسر أن يكون هذا التكافل الاجتماعي بيننا وأن نكون متواجدين هنا من مختلف القبائل ومن شتى أماكن المملكة العربية السعودية مما يدل على اللحمة الوطنية أيها الأعزاء شعراء تنتظرونهم لهم في كل مكان اسم عرفنا منهم قبل قليل الشاعر سعود المسيلي والشاعر عيض الشلوي وهما شاعران عملاقان لهما اسمهما في كل مكان أما الشاعر تركي الميزاني فهو ذلك الشاعر الذي تعرفونه على قنوات تلفزيوناتنا المحلية الشعبية وكذا الشاعر المعروف الخلوق سلطان الجلاوي الذي نجده في كل موقع أما شاعرنا الآخر فهو شاعر له اسمه وشهرته الشاعر الذي دائم نراه خصم في كل مكان هو عبد الله الذيابي وأما الآخر فهو عبد العزيز العازمي أما تركي عيض الشلوي فهو تركي الحارثي فهو من أبناء هذه القبيلة والذي آثر إلا أن يكون هو المرحب في هذه الأمسية فأهلا بكم
اليا وصلنا العلم ما قلنا ولا أشد شدي والوسم واسم جملي لو كان ما جيب الكلام الأول عجيب علم جزلقي فنملي ما خدت علم العمي ولا لحولا عجيب من صدرني يفيض ويمتلي لو اللي يا